توقعاتكم ماري اخويا مايد ان موجة الغبار بتستمر يعني لحد في الليل اليوم نفس القوة ولا راح تقل؟ ايه لا هو في الليل بتكون موجودة على الاقل، هي بتكون بتظل موجودة، يعني تأثيرها هي ممتد حاليا من شرق السعودية، البحرين، قطر، وصلت حاليا لحدود عمان، يعني كل هالمنطقة يعني غطت دولة الامارات بالكامل. يعني الدولة متأثرة بهذا الغبار، وهذا واضح حتى من خلال القراءات اللي تصلنا، وواضح كذلك من صور الأقمار الاصطناعية. لكن احنا توقعاتنا يعني هو كتلة الغبار هاي تتجه باتجاه الشرق مع حركة الرياح. المتوقع انه يعني تأثيرها مع حركتها تدخل تدريجيا ابتداء من الليل وحتى يوم الجمعة، لكن بيظل غبار وأتربة بتظل موجودة. نحن بشكل عام جونا في الوضع العادي مغبر، فما بالك لما يكون عندنا الشمالية الغربية ما زالت تأثر علينا وتثير الأتربة والرمال خاصة على المناطق اللي نشوفها. طبعا نحن ما ننسى أن هذا الغبار هو عابر لل يعني من منطقة لمنطقة أخرى، هو قبل ما يينا عبر المناطق البحرية، وبالتالي على المناطق البحرية حاليا الرؤية كذلك شبه معدومة، البحر مضطرب، بالتالي تحذيرات للناس مرتدي البحر، عدم ارتياد البحر لا اليوم ولا حتى اليومين القادمين، لأن حتى لو الغبار والرؤية تحسنت في الأيام القادمة لكن بيظل البحر مضطرب. بالنسبة للأخوان يعني نحن نعرف أن إجازة مدارس الفترة هاي، يعني ننصح أولياء الأمور أن يبقوا أبنائهم وبالذات اليوم تحديدا وفي ظل أن الغبار كثيف يبقوا أبنائهم في البيوت بالفعل، لأن في تأثيرات بعد صحية أتوقع. نعم يعني الناس اللي عندهم أزمة اللي عندهم على فكرة هي أثر على الجهاز التنفسي، ممكن يبدأ في كثير من الناس تحصل احتقان في الحلق، واللي عندهم أزمة كذلك يتأثر عليهم، وبالتالي حتى في هالفترة تكثر زيارة للعيادات وللمعالجة. لذلك نحن ننصح أن الناس تكون داخل بيوتها يعني تتجنب التأثيرات الصحية بسبب عواصف رملية. أخونا مايد الشكيري من المركز الوطني للأرصاد الجوية والسلاسل، يعطيك ألف عافية على مشاركتك معنا.